تعالوا بينا كده مع بعض، ملاحظات سريعة ما نقدرش، جرامر، استخدامات. تعال نشوف أول حاجة إيه. ليتس، ليتس، أول ما ألاقي كلمة ليتس يعني هيا بينا. أنا لما أجي أقترح اقتراح، ليتس بلاي، إيه رأيكم نلعب؟ ليتس إيت، ليتس إيت، ناكل. تعال كده أهو، مالها دي؟ قال لك تستخدم عندما نريد أن نقترح شيء أو نبدأ فعل شيء، ولازم يجي بعدها انفينيتيف. اسمه ايه؟ ان الفعل في المصدر يعني الفينيتيف، يعني الفعل في المضارع، وانها اكثر من مره، اي بدون اي اضافات. لما اقول ايه؟ ليتس بلاي، ليتس فيزيت داون تاون. داون تاون يعني سوق المدينه يعني. ليتس فيزيت، ليتس بلاي، ليتس فيزيت ذا زو. بتقترح، ايه رايكم؟ هيا بنا. Let's eat، هيا بنا ناكل. Let's play، let's read، let's go، let's. طب في سؤال هنا، طب لما واحد يقول لي let's play، let's eat، let's visit، اجاوب عليه اقول له ايه؟ هو نقترح في كذا طريق. ممكن اقول له good idea، good idea، فكرة حلوة. ممكن اقول له it's nice، ده جميل. ممكن اقول له اوكي ليتس، يعني فعلا يلا بينا. يبقى دي طرق الاجابه على كلمه ليتس بلاي، ليتس فيزيت، ليتس. يبقى بتستخدم في اهم حاجه بيجي بعدها فيرب ايه؟ انفينيتيف. اي بلاي، فيزيت، ايت، مفيش اس ولا اي دي ولا اي ان جي، فيرب انفينيتيف. دي المعلومه الاولى. تعال نشوف كده مع بعض. في عندي برضو معلومه، هاو ميني، هاو ميني يعني كم عدد الحاجات اللي بتتعد. هاو ميني، لما اقول لك هاو ميني بيجي بعدها ايه هنا؟ بلورال، بلورال يعني جمع. ممكن هاو ميني حاجه تتجمع. كان يو سي يعني ايه؟ لما اقول لك دي ايه؟ ديت تريانجل 1 2 3 4. لما اجي اسالك سؤال هاو ميني تريانجلز كان يو سي، هاو ميني تريانجلز اسم جمع، هاو ميني تريانجلز كان يو سي، انت شايف كم واحد؟ ها هتقول له ايه؟ I can see four triangles. ما هي 1 2 3 4، يبقى how many triangles جمع. لما اقول دي ايه؟ دي سيركل، سيركل واحده اهي، سيركل 1 سيركل. ها how many circles can you see؟ انت شايف كم سيركل؟ ها I can see one circle، يبقى how many بيجي بعدها ايه؟ بلورال، بلورال يعني اسم حاجه تتجمع. هاو ميني تريانجل، هاو ميني سيركلز، هاو ميني بوكس. ما ينفعش اقول بوك، ما ينفعش اقول تريانجل اس. لو جينا بقى الهاو ماتش، ديك كانت للعدد، هنا هاو ماتش للكميه. هاو ماتش ميلك، ووتر، حاجه ما تتعدش. بقول لك هاو ماتش اسم لا يعد او اجيب مفرد. بمعنى ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. هاو ماتش ووتر، هو الووتر بيتعد؟ عد كده الميه. لا، شود يو درينك، انا بقول لك الكميه. هاو ماتش ووتر شود يو درينك؟ اي شود درينك انف ووتر، اي شود درينك انف ووتر، يعني اشرب ايه؟ ميه كافيه، كميه كافيه من الميه. طيب لما اقول لك هاو ماتش ميلك، ما هو ووتر زي ميلك، مالها؟ uncountable، uncountable ما بتتعدش. does he drink in the morning، يشرب قد ايه؟ how much، ها he drinks much milk. يبقى قلنا how much بيجي بعدها ايه؟ مالها يا جماعه؟ اسم لا يعد او بيجيب بعدها حاجه ايه؟ singular يعني مفرد، وبتسال عن الايه؟ الكميه. وكمان بيقول لي يمكن بنستخدم للسؤال عن السعر. how much are the apples، apples ايه ده؟ هنا واحد يقول لي هاو ماتش، مش احنا قلنا بيجي مفرد؟ اه بس هنا بيتكلم على سعر التفاح. الابلز دي هنا ايه؟ بلورال، جبنا لها ار. هاو ماتش هتقول ايه؟ اتس 5 باوندز. اذا هاو ماتش للكميه وممكن تستخدم في حاله السعر. تعال نشوف الرسمه دي كده مع بعض. هاو ماتش بيجي بعدها ايه؟ سنجولر. وممكن هاو ماتش اقول ار بس بيجي بعدها بلورال. هاو ماتش از ا مانجو، هاو ماتش از مانجو مفرد. هاو ماتش ار ذيز، يبقى اذا هاو ماتش يجي بعدها اسم مفرد از، وهاو ماتش لو جبنا ار بجيب بعدها ايه؟ ذيز جمع او ابلز. وطبعا دي الاجابه اتس 5 باوندز، زي ار 10 باوندز، دي الاجابه. عرفنا هاو ماتش. طيب نشوف حاجه ثانيه.